للمزيد معنا من بور السودان مراسل العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك يا وائل، ضعنا في آخر تطورات الميدانية سيما السيطرة على سنجة من قبل الدعم السريع. ماذا تعني سنجة، أهميتها، وماذا يعني بالنسبة للجيش خسارتها؟ نعم سرمد، مدينة سنجة هي عاصمة ولاية سنار، وهي من كبريات إقليم النيل الأزرق. أيضا سنجة تمثل أيضا وجود الفرقة 17 مشاهد تابعة للجيش، أيضا رمزية بالنسبة لهذه المنطقة. أيضا لسنجة موقع استراتيجي بحيث أنها تربط ما بين إقليم النيل الأزرق أو ولاية النيل الأزرق وولايات القضارف وولاية النيل الأبيض، وأيضا الطريق إلى ولاية الجزيرة. قوات الدعم السريع قدمت وتسللت من نواحي جبل مويا إلى هذه المدينة، وقامت بعملية اجتياح لهذه المدينة منذ أمس، وحتى الآن عمليات السلب والنهب التي تتم من قبل هذه القوات على ممتلكات المواطنين من سيارات ومن ممتلكات منقولة وغيرها، وعمليات النزوح منذ ليلة أمس وحتى الآن تتواصل سرمد. حتى الآن الأنباء تتحدث على أن جسر الدندر أصبح مغلقا بسبب كثافة السيارات وبسبب كثافة العابرين الذين يريدون الفرار من أتون هذه الحرب في المدينة. الجيش أصدر بيانا منذ الصباح قال فيه أن قواته صامدة وثابتة في مواقعها وأنها تبلي بلاء حسنا في صد عدوان قوات الدعم السريع على مدينة سنجة. أيضا هيئة الأركان التابعة للجيش قالت أنها تهنئ القوات الصامدة هناك بالثبات وبالانتصارات في محور سنجة. قوات الدعم السريع في منصاتها نشرت أيضا منذ الصباح الباكر عدد من الصور والفيديوهات التي تقول أنها ما تزال في مدينة سنجة وأنها ما تزال موجودة داخل قيادة الفرقة 17 مشاه التابعة للجيش. حتى الآن الوضع الإنساني سيء جدا، هنالك بعض النداءات التي تقول للمواطنين أن لا يخرجوا من منازلهم، هنالك اعتداءات من قبل قوات الدعم السريع على المواطنين في الشوارع ونهب لممتلكاتهم أثناء فرارهم من مدينة سنجة. هنالك البعض يتحدث على أن قوات الدعم السريع أيضا دخلت إلى مدينة أبو حجار القريبة من مدينة سنجة. الغريب في الموضوع توقيت هذا الهجوم على مدينة سنجة سرمت في ذات اللحظات التي يتواجد فيها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مدينة سنار، وهي المدينة الرمزية في ولاية سنار. تقوم قوات الدعم السريع بالدخول إلى مدينة سنجة. نعم، من بورصة المراسل العربي وائل محمد حسن، شكرا جزيلا لهذه الإحاطة.